لينا العطاونة شابة تدير مشروع وادي عتير للتنمية المستدامة في النقب، وتعمل على تمكين المرأة البدوية مع الحفاظ على العادات والتقاليد المتوارثة. مشروع وادي عتير عبارة عن مبادرة مبتكرة وطلائعية خاصة بالمجتمع البدوي في النقب، ويهدف إلى إنشاء منظومة زراعية ذات بيئة صحراوية. مراسل مساواة في الجنوب أجرى لقاء خاص مع لينا العطاونة. بداية المشروع أو الفكرة تبعت المشروع بدأت حوالي قبل 12 سنة عن طريق المبادرين مايكل بن آلي والدكتور محمد النباري، وبناء المشروع بدأ حوالي قبل 6 سنين. هدف المشروع هو إنشاء منظومة زراعية بيئية اجتماعية للمجتمع البدوي، اللي هي قائمة على الأسس الاستدامة اللي بناها المختبر العالمي للاستدامة في نيويورك. الهدف بينه هي الموازنة بين الحضارة والتقاليد للمجتمع البدوي، الموازنة بينهن. اليوم المشروع فيه أكثر كما تقريبا من 50% نساء شغالات في المشروع، في منهن في وظائف اللي هن إدارية محترمة، زائد انهن اليوم هن بيوصلن بيتقدمن في الشغل حسب كل وحده شو القدرات تبعاتها، زائد ان احنا بنشتغل على تمكين النساء والموظفين بشكل عام، مع انه احنا اكثر بنحط النقطه او تسليط الضوء على النساء هنا في المشروع. ولكن بالرغم من ذلك لينا، هناك أيضا مشاكل تواجهكم، خاصة ونحن نتحدث عن مجتمع تقليدي محافظ جدا في النقب لحتى الآن. يعني إحنا لما بدينا المشروع فكرنا في كل هاي الأشياء، وكان جدا مهم بالنسبة لنا أنه نهيئ الظروف في العمل، خاصة من ناحية ساعات العمل، كيفية العمل، قديش العمل راح يكون صعوبته، نهيئه للنساء البدويات، خاصة النساء اللي هن عندهن عائلات وأولاد، وفي أوقات هن لازم يكون موجودات فيهن في البيت. زائد إنه إحنا أخذ معنا وقت شوي إنه نقنع الناس إنه هنا برضه راح يكون محل إنه هو محترم كفاية، بحافظ على العادات والتقاليد، ويكون أهل وجد يكون أهل ومناسب للنساء إنهم يشتغلون فيه. أنا تعلمت لقب أول هندسة كيمياء، ولقب ثاني هندسة صناعة وإدارة، اثنينهن من كلية سامي الشمعون في بير السبع. الحقيقة هو أنه مشروع وادي عتير هو أول مكان عمل بالنسبة لي. قبل ما أنقبل للشغل هون انقبلت لكمان محل في نفس الوقت، اللي هو كان بنك أبو عليم. بالرغم من أنه أكثر الأهل قالوا لي روح اتجه للبنك ويشتغل في البنك، أصريت أني أشتغل في محل اللي هو زي وادي عتير، اللي هو بالنسبة لي شيء جديد، شيء اللي هو مميز مش موجود في مطرح ثاني. وبدأت أشتغل في منصب إداري، وأدرت بعدها المحلبة هنا لسنة. آخر 2017 طلعوا في مناقصة لأنهم يبحثوا عن مدير عام للمشروع، وأنا أكيد قدمت لهي المناقصة لأني لقيت حالي عن جد في المحل اللي هو المضبوط، وعندي القدرات الإدارية المطلوبة. ولحسن الحظ أنه من بين 15 واحد اللي قدموا المناقصة أنا فزت فيها واختاروني أكون مديرة المشروع. اليوم زي ما أنتم عارفين حوالي 4 سنين أنا مديرة المشروع. في أهداف كثيرة، أهدافي من ناحية المشروع أنه أولاً إحنا نخلص أو نوصل لكل الأهداف اللي المشروع حطها لنفسه، اللي هن أن يكون مستقل من ناحية مادية، أنه إحنا نبني شبكة جداً قوية مع المجتمع البدوي خاصة والمجتمع العام،
انه احنا نوصل من ناحيه الاستدامه والاسس تبعت الاستدامه، نحن نوثقها في المشروع لابعد الحدود، انه المشروع يكون مركز ثقافي، مركز تربوي وتعليمي لكل الطلاب اللي موجودين اليوم في النقب خاصه.